السلام عليكم. اليوم نوريكم اول حصة تعليم الصباغة على الزجاج. اذا تنحتاج اولا الزجاج، تنخذ العضله اللي بغينا بحال هادي، تنصبو على المول الدجاج. تنحتاج كذلك مرتبط الرسم كيوليو بحال هادي. تنحتاج كذلك الشيمات تكون مرسومين على الورق، نخرجو من الانترنت ونرسمهم حنا بوصنا بيدينا. تنحتاجو العويلات ديال السنان، تنحتاجو القطن ديال البنين، الشيتا، لاسيرن في الألوان، كاين الكحل كاين الصفر باش ترسمو. تنحتاجو العديدة ترسمو بها. نحتاجو سكوتش، نحتاجو الصباغة على الألوان اللي بغينا، مع الألوان نحتاجو بحال هادي تاهي نقدرو نحتاجو ليها. إذن هادو هما المواد اللي تنحتاجو باش نديرو لوحات صباغة على الزجاج. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.